السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين جميعا، كل سنة وانتم طيبين، واهلا وسهلا، وسعيد ان انا التقي بيكم، متشرف بوجودكم معنا هنا. وجميل قوي ان احنا في العيد في يوم جميل زي ده ان احنا نبقى مع الاسر، اسرنا، اسر اهل مصر اللي احنا بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الله سبحانه وتعالى موجودين هنا في المكان ده بالشكل ده، بفضل تضحيات شهدائنا اللي هم أبنائكم وأزواجكم وأبهاتكم. مش هننسى أبدا ده، هنبقى دايما يعني مش أنا بس، لا كلنا. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم طيبين. اتفضلوا استريحوا. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الحضور الكريم، صباح الخير. كل سنة وحضراتكم بألف خير. عيد سعيد على كل المصريين والأمة العربية والإسلامية، وربنا ما يقطع لنا عادة. الحقيقة احتفالنا النهاردة وسط ولاد أبطالنا من الشهداء بقينا إحنا بنستمتع بيه أكتر ما هم بيستمتعوا بيه. فرصة نقدر نقول لهم قد إيه بنحبهم وقد إيه بنقدرهم وقد إيه بقينا إحنا اللي بنستمد القوة منهم. جمعنا النهاردة خلى الفرحة فرحتين. مفيش في الدنيا فرحة زي فرحة النجاح والإحساس بالإنجاز. والحقيقة أن وجودنا النهاردة في العاصمة الإدارية الجديدة بيجسد الإحساس ده. من حق كل مصري أنه يفتخر باللي احنا بنيناه وأنجزناه في الزمن القياسي ده. أقدر أقول لحضراتكم النهاردة أننا بنحتفل من المستقبل. أهم مشاريع العصر ونقلة حقيقية في كل شيء. مئات الألاف من المصريين من كل محافظات الجمهورية اللي بنوا واشتغلوا وعمروا لملايين من ساعات العمل. استثمارات ضخمة، أصول ثابتة وراسخة، ملك لكل المصريين. الحقيقة غير أي صور، واللي يقدر يجي هنا ويشوف ناس يقدر صور، واللي يقدر يجي هنا ويشوف بنفسه شكل العاصمة الجديدة هيقدر يتأكد ويفهم احنا ليه مطمنين على مستقبل البلد دي. يا رب دايما متجمعين، قلب واحد، ايد واحدة، نبني بلدنا. سيادة الرئيس، الحضور الكريم، ودعنا شهر رمضان المعظم، تقبل الله منا ومن حضراتكم جميعا صالح الأعمال، وبنستقبل النهاردة يوم جديد. أهلا بالفرحة وأهلا بالبهجة في كل مكان. أهلا بلمة العيلة والأهل والصحاب. أهلا بالعيدية وأهلا بالفسح وأهلا باللبس الجديد. أهلا بالعيد. We'll be right back.
أستاذة صفاء متشكر أنت وكل ال أقرب يا فندم متشكر جدا طبعا. ده أنا اللي متشكرة لا جدا. لا إحنا متشكرين على حاجة جميلة جدا جدا. أنا ويوم جميل جدا كتر ألف خيرك وكل عام وحضرتك بخير. بشكر حضرتك جدا وعايزة أقول لك كل سنة وأنت طيب بصحة وعافية وسعادة أنت وكل مصر وكل اللي موجودين معنا في القاعة. شكرا ليكم كل سنة وانتم طيبين. صوتي طبعا مغلق. لا لا لا, 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 لا. ولكن أنا سعيدة جدا أني أول مرة أكون في العيد معاكم. على فكرة أول مرة النهاردة أطلع بأغنية أهلا بالعيد مخصوص علشان الاحتفالية دي. أنا ما بطلعش على المسرح بيها بس أول مرة أغنيها على المسرح. عشان كده متشكرين. بشكر حضرتك جدا. شكرا. بشكر حضرتك. كل سنة وأنتوا طيبين. بشكر كل اللي موجودين ويا رب يكونوا اتبسطوا. وأنا سعيدة إنه في هذا اليوم الجميل اللي مصر دايما بتفتكر فيه كل أبنائها وأنا موجودة معاكم إن شاء الله. هنقدر كل سنة إن شاء الله تقدم لكم حاجة. وبشكركم أنا جدا. تحية كبيرة مني ليكم. العيد عند كل واحد فينا له ذكريات وطقوس، وحقيقة انه في شوية من الطقوس دي مكملة معانا وشوية تانية بقت ذكريات الحقيقة بنحن ليها كل ما نفتكر حاجات حلوة حصلت لنا قبل كده. وبالرغم من ان تقريبا كلنا بنعيد بنفس الطريقة، لكن هيفضل العيد طعم وذكريات خاصة عند كل واحد فينا. هتيجي في باله اول لما يتسأل العيد بالنسبة لك ايه؟ العيد احلى حاجة في العيد اللبس الجديد. لازم حاجة جديدة، اي بيجامة، كوفية، اي حاجة جديدة. لبس جديد ده كان لازم، احنا كبنات بتالي دي حاجة اساسية قوي. وانا ببقى محضرة جزمتي كده جنب السرير ونايمين نحلم لما نصحى الصبح ونلبس الهدوم دي. بايت في السرير كده وافضل بصاله لحد ما اصحى تاني يوم عشان البسه. في انتكة زيادة عن اللزوم، فكانت معروف ده لبس عيد، ده مش لبسك العادي يعني. ولا المراجيح، فاكر انا المراجيح اللي كانت على شكل مركب دي؟ كنت منبهر لما بشوف عيال بتلف بيها لفه كامله. والعجله ام كنبه ورا اللي كان يسوقها يبقى هو بقى الفيرود بتاع المجموعه. تقف في الطابور ساعه عشان تحجزها ربع ساعه. دايما عمرك ما سلمت العجله في الميعاد بتاعها. لعب الكره في الشارع طبعا. طبعا يعني انا كنت مستوايا مش عايز اقول لكم، كنت بقى في شنطه يعني مش عارضه، مفيش لان أو لا لسببين، اولا ماليش في اللعب خالص، ثانيا البيجامه جديده فانا فاهم بعمل ايه. كنا زي اي بيت مصري، كنا بنعمل الكحك، الصاجات السوداء الكبيره دي والصاجات المدوره الصغيره باشكالها والوانها والبوتيفور والكحك والبسكوت. ستات العيله والعماره متجمعين بيعجنوا وبينقشوا الكحك، والصواني رايحه جايه كده على الفرن. فاكره شكل الصواني وفاكره وكلنا قاعدين بننقش الكحك. ننقش الكحك واول واحده بتاكلها كده وهي سخنه بتبقى فظيعه. ونسرق كام كحكه من على الصينيه، واحلى كحكه هي اللي كنا بنسرقها من على الصينيه وهي لسه طالعه من الفرن. ما تفهمش جميله ليه؟ ولو طلعت لك محشيه تبقى يعني بيجامه جديده وكحكه محشيه عايز ايه؟
جدتي ام ابويا هي اللي كانت بتقعد على الارض وتفرش وتجيب الصاج الكبير ده وتخبز الكحك، وانا اللي بنقرش الكحك. هو طقس بيجمع العيله والعيال الصغيره، كنا بنساعد اهالينا في ان احنا نقعد ننقش ونتعلم. طبعا كنا بنعمل كحك لغايه اخر وقت. كانت جدتي بتعمل كحك في البيت وكان بيبقى احنا نقعد ننقش ونتعلم. طبعا كنا بنعمل كحك لغايه اخر وقت. كانت جدتي بتعمل كحك في البيت وكان بيبقى احلى كحك، من ساعتها ما دقتش احلى من كحكها. صف العيديه والفلوس الجديده اللي ريحتها زي العربيه الفابريكا. نقف كده صف بيجامات جديده والفلوس طالعه بنكنوت. ايه عمو يدينا ال10 جنيه يقول لك دي هتذبح العصفوره. طب يعني ليه الرعب ده يا عمو؟ ما قول لي كل سنه وانت طيب وخلاص. لا ويتخم بقى ايه وتقف في صف العيديه وتلف ترجع تاني من اول الطابور عشان تاخد العيديه مرتين. لا كنت بحوشها وبحطها جوه الكراريس عشان تفضل الورقه جديده ونظيفه. كانت ماما تاخدها مني وتقولي اصل احنا بنردها. هي كانت امي الله يرحمها كانت عايزانا نحوش، واحنا ما كناش نعرف نحوش ابدا. يمكن رامز اللي خد منها الحكايه دي. والله العيديه دي كانت من اهم الحاجات في العيد، وكنا بنستناها من السنه للسنه فعلا. بس انا كنت بتضايق لان هم كانوا بيدوا العيديه في اول يوم بس. انا كان نفسي العيديه دي تبقى في ثلاث ايام العيد، كانت هتفرق جامد معانا قوي. يعني النهارده كنا زماننا مكونين مستقبلنا. بس يلا الحمد لله. واول كوبايه شاي بلبن مع البسكوت وتسقي فيها البسكوت اللي هو النشادر ده، ليه طعم وليه ريحه. اول يوم العيد في الغدا يحبوا يغيروا، ياكلوا ايه بقى؟ فسيخ ورنجه وبصل اخضر. انا بقى من الناس دي. العيد صفاء ابو السعود والعيد فرحه. ما عندكوش فكره قد ايه انا ببقى فرحانه ومبسوطه، وشيء يشرفني ان كل بيت بيبقى فرحان باغنيه اهلا بالعيد دي. واتمنى ان الاغنيه تفضل في قلبكم دايما وما تتغيرش احاسيسكم، وتبقوا دايما مستنيين اهلا اهلا بالعيد. مات مرعب بالعيد. احلى حاجه في العيد لمتنا اهل وعيله واصحاب وجيران، في سعاده وبهجه في كل حته، والشارع كله كده فرحان ان اول يوم العيد جه. ولمتنا في بيت جدتي بعد صلاه العيد. لمتنا لمتنا اللمه لمتنا. بس واحنا بنحتفل بالعيد النهارده مش عايزين ننسى اللي بسببهم. احنا النهارده بنعيد ومبسوطين ومتجمعين، نضحوا بروحهم فدانا وفدا ارضهم، اللي ضحوا بارواحهم وهم بيقوموا بواجبهم. ابطالنا شهداء الوطن، ولولاهم كناش هنبقى هنا النهارده. بننعم بالامن والامان وبنعيد واحنا مطمنين. كل اسره عندها شهيد ومقامهم في قلوبنا كبير جدا جدا جدا. كل سنه وانتوا في الجنه ونعمها. بنقول لكل شهدائنا احنا هنفضل فاكرينكم، حافظين جميلكم، وبنفتخر بيكم. مصر هتفضل فاكره كل اسامي ولادها الشهداء اللي ضحوا عشاننا وعشانها، واولادهم ولادنا. امانه في رقبتنا طول ما احنا عايشين. وبنقول لكل اولادهم كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد. كل سنة وانتم طيبين. 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 كل سنة ومصر طيبة. عيد سعيد عليكم يا رب يا رب يا رب، كل أيامكم تبقى أعياد في أعياد. عيد سعيد وكل سنة ومصر طيبة. أسرة أي شهيد دي بتتكون من مجموعة أبطال، كل واحد فيهم بيقوم بدوره في اتجاه مختلف بس بيقوم بيه على أكمل وجه. الأب اللي ضحى بحياته وما ترددش لحظة يوهب بحياته استقرار وطنه وأمن وأمان ومستقبل أهله. الأم أم الأطفال والزوجة اللي عارفة كويس الطريق والحياة الصعبة لزوجها، وحقيقة دايما عندها استعداد وجاهزية لاحتمالية انها تقوم بالدورين، تربي الولاد وتعرفهم كويس مين ابوهم وتطلعهم ابطال زيه مكان بطل. والولاد اللي الحقيقة عمرهم ما ينسوا طار ابوهم، عارفين دايما انهم لازم يكملوا المشوار في اتجاه مختلف او في مجالات مختلفة، هدفهم إن البلد اللي ضحى عشانها تفضل دايماً مستقرة وقوية. فسلاماً لشهداء هذا الوطن.
قدرنا انه يبقى كتير حوالينا من الابطال، من ولادنا ومن اخواتنا، كتير من اهالينا اللي الحقيقه ضحوا تقديرا ومعرفتهم بقيمه الوطن، فاهمين يعني ايه وطن، عارفين يعني ايه وطن. والحقيقه انه انا لما بتكلم عن الابطال ما بتكلمش بس عن ابطالنا المصريين، انا كمان بتكلم عن اخواتنا من فلسطين. الحقيقه عنها او هنتخلى عنكم. احنا النهارده مشرفنا ومنورنا ابطال من غزه، عائلات كثيره من غزه معانا النهارده، شرفتونا ونورتونا. والحقيقه لو بهجتنا العيد ده ناقصه بعض الشيء، في غصه في القلب علشان اهالينا اللي في غزه، فوجودكم معانا النهارده فرحنا وكمل عيدنا. اهلا بيكم، عيد سعيد. وعلى قد ما بنحب رمضان وبنستناه من السنه للسنه، كمان بنستنى العيد بكل لهفه. لما ام كلثوم تغني يا ليله العيد انستينا بنبقى فرحانين وسهرانين، وصوت تكبيرات الصلاه مسموع في كل مكان، والبلالين بالاشكال والالوان في كل حته. يبقى اكيد كده خلاص العيد اهو جه.
بالبلدي بنقول اللي خلف ما ماتش، وشهدائنا سابوا لنا جيل جديد، جيل عارف من صغره معنى الواجب والتضحية فداء للوطن، جيل شجاع مش خايف من المخاطر، بالعكس مستني اليوم اللي هيقدر يكمل فيه المسيرة ويؤدي الرسالة والأمانة اللي حملها على كتافه والده الشهيد. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فلتتفضل سيادتكم لتكريم أبنائك وأبناءنا من أبناء شهداء هذا الوطن. سامح السيد موسى عبد الجواد استشهد أثناء تنفيذ مهمة حفظ سلام بدولة مالي، ويتسلم التكريم الوالد سيد السيد موسى عبد الجواد والوالدة السيدة لبنى عبد العليم والزوجة السيدة آلاء محمد أحمد والابن علي سامح السيد. محمد علي استشهد أثناء تنفيذ مهمة بمنطقة أبو رديس بجنوب سيناء، ويتسلم التكريم الوالدة السيدة هالة محمد والزوجة السيدة مي زكي سيد والابنة مليكة محمد جمال والابن مالك محمد جمال. استشهد أثناء تنفيذ مهمة بمنطقة العريش بشمال سيناء، ويتسلم التكريم الوالد السيد فراج عبد الصبور علي والوالدة السيدة جهان سيد علي.
مصطفى أبو اليزيد استشهد أثناء تنفيذ مهمة بالقطاع الساحلي بشمال سيناء. وتتسلم التكريم الزوجة السيدة بسمة صلاح أحمد محمد والابن مازن شحاتة مصطفى والابن أيضا مصطفى شحاتة مصطفى. والسيد استشهد أثناء تنفيذ مهمة بقطاع الشيخ زويد بشمال سيناء. وتتسلم التكريم الزوجة السيدة رانيا رضا عبد العظيم والابن حبيبة محمود سمير وشقيقة الأرملة السيدة فاطمة رضا عبد العظيم. خير بمناسبة عيد الفطر الكريم. إن شاء الله أنا عندي قصيدة بسيطة كده للشهداء النهاردة عنوانها فرحة شهيد. أنا الحمد لله يعني روحي سعيدة حاضرة معاكم وموجودة في الأرض شايفة التكريم لابني وأمي أغلى الغاليين من قاعدة ورجال أمن شرفاء عندهم عقيدة بالوطن والدين خير من كرم في التوقيت السليم في عيد الفطر الكريم في الأصل ابن مصر وكأيدها جندي من جنود الله المخلصين. لا تفتكروا إن أنا موت وغطى التراب الجبين أنا حي أرزق بتمتع في الحور العين. حب الوطن كنز وشرف ثمنه غالي لا ينول وسامه إلا المؤمنين المخلصين. كل الحكاية إن نلت الشرف وسبقتكم بشوية سنين لكن بينا وعد ومعاد في الجنة متقابلين. أوصفلك الجنة يا أمي طيبة التربة لا يشم عطر هواها ولا يسكن تحت سماها
إلا رجال في الحق شداد مؤمنين بيدافعوا عن أرضهم وبيجيبوا حقهم من أيدي الغاصبين. هم دول اللي ذكرهم الله وأرضهم في القرآن الكريم خير جنود الأرض، وادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. معلش أنا أمية ما بجيتش القراءة ولا الكتابة، بس ده يعني من قلبي وبتشرف بكم. شكرا. مقدم مصطفى عبد الرازق عبد اللطيف عبد الرازق، وتتسلم التكريم الزوجة السيدة نورهان رفعت محمد علي عامر والابن سامح مصطفى عبد الرازق. مصطفى محمد صلاح الدين طاهر أحمد علام، وتتسلم التكريم الزوجة السيدة فدوى عبد الناصر إسماعيل علي والابن أنس مصطفى محمد. الثانية السيد محمد غازي إسماعيل، وتتسلم التكريم الزوجة داليا حلمي إبراهيم جاد والابن نور السيد محمد والابن محمد السيد محمد. غفراء السيد عبد الله السعيد محمد، وتتسلم التكريم الزوجة السيدة نجوى إبراهيم الشحات والابنة حنان السيد عبد الله وأيضا منال السيد عبد الله وجنى السيد عبد الله.
النظامي أول السيد السعيد محمود حامد، وتتسلم التكريم الزوجة حمدية رمضان عبد الرازق والابن السعيد السيد محمود. لحضرتك سيادة الرئيس، وبنستأذن حضرتك في بدء الفطار، ويعني كل سنة وحضرتك طيب، وكل سنة وحضراتكم طيبين وبألف خير، وربنا ما يقطع لنا عادة. عيد سعيد على حضراتكم جميعا، شكرا لكم.